استكمالا للجهود المتواصلة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء، أعلنت القوات المسلحة محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث نجحت القوات الجوية في تدمير ثلاثة عربات دفع رباعي وعدد من الأوقار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها. كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية. استكمالا للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة في توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء، تم محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث نجحت القوات الجوية في تدمير ثلاث عربات دفع رباعي وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها. كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة قواتنا، عثر بداخلها على 2 RPG وثلاثة رشاش متعدد ومسدس وستين طلقة أنواع. كما تم مقتل 4 أفراد تكفيريين، وتم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم. وأثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة، عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من الخزن، بالإضافة إلى عبوات ناسفة معدة للتفجير. وحزام ناسف وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة الانفجار TNT ودوائر كهربائية معدة للتفجير وكميات كبيرة من مواد الإعاشة وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحواسب. هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها الوطنية المخلصة لدحر الإرهاب وملاحقته على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بعزيمة لا تلين، وتؤكد دائما أن غايتها تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لشعب مصر العظيم.